واليوم غادي نتكلموا على الشريحه سي نبيل العياشي. نعم. من احب المواد او الفواكه الجافه اللي عزيزه عليك، المجففه. الفواكه المجففه اللي طلبت منا وقت كبير بزاف يعني في الدراسه ديالها، لان كاين هناك بعض الاغذيه المحكمه اللي تيتم ذكرها في القران، وكاين هناك الاغذيه المتشابهه. ومن بين الاغذيه المحكمه اللي تذكرات في القران هناك يعني والتين والزيتون، كاين هناك قسم بين التين والزيتون. هنا غادي نشوفوا علاش يعني في الجانب العلمي شنو العلاقه ما بين الكرموس وما بين الزيتون. فمن تنعرفوا ان المواد الطاقيه، هناك ثلاثه المواد الطاقيه، كاين البروتينات السكريات الدهنيات. الماده الطاقيه الاولى اللي تعطيني الطاقه واول ماده تعطيني الطاقه هما السكريات، من بعد تنجيو تنحرقوا الدهنيات. الوغ ما خصناش نوصلوا لحرق البروتينات، لان لو وصلنا حرقنا البروتينات فتنوليو في المشكل ديال نقص في التغذيه او لا لو كاتابوليزم ميسكولير. فمتى نهضروا نشوفوا الكرموس اشنو فيها، يعني الشريحه اشنو فيها. فالشريحه فيها سكريات بشكل كبير، وانا دائما تنرجع ان ما كاينش هناك غذاء كامل وهي تتمتاز على الفواكه كلها بدون استثناء انها غنيه بالكالسيوم. يعني الناس يمشيو الكالسيوم الحليب والمشتقات ديالو، في حين ان الشريحه فيها نسبه مهمه من الكالسيوم. والكالسيوم اللي فيها، لان فيها الكالسيوم وفيها الفوسفور، وهادو جوج ديال المعادن اللي تيخدموا بيناتهم. وبالتالي فالتناول ديال الشريحه، الناس اللي تيكونوا عندهم مشكل في العظام ولا هشاشه العظام، ولا المراه ملي تتكون غتوصل مثلا لامينوبوز، ولا حتى بالنسبه للاطفال لانهم فتره نمو، هذا الكالسيوم غادي يعاون. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ما غنهضرش على الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي كاينين فيها، لان الاملاح المعدنيه اللي كاينين فيها يعني بواحد الشكل كبير بزاف. غنرجعوا للمغنيزيوم، غنرجعوا للفيتامينات المجموعه باء، غنمشيو للبوتاسيوم الى اخره. هادو كلهم كاينين في الشريحه، غير الناس اللي باغيين يديروا دي كور دو مغنيزيوم. هذه نقطه ربما كنا ديجا هضرنا عليها، راه ما يمكنناش نديروا دي كور، راه المغنيزيوم الجسم ديالنا تحتاجه بشكل يومي. فالتناول ديال الشريحه بشكل يومي غيعطيني المغنيزيوم اللي محتاجه الجسم ديالنا. ولكن ملي غنشوفوا علاش هو التين والزيتون، هنا كاينه نقطه اللي هي مهمه، ان ربما الاغلبيه تيتناولوا الشريحه بوحدها. مزيان مزيان انا نتناولها بوحدها ماشي مشكل، غير هي الا زدنا مع الزيتون، زدنا مع الزيت البلديه غيكون افضل وغيكون احسن. وبالتالي فاحسن طريقه باش نتناولوا الشريحه هي اننا نرقدوها في الزيت البلديه، يعني تكون شي قرعه نعمرها بالزيت البلديه ولا نعمرها بالشريحه الاولى، ومن بعد نكبوا الزيت البلديه فوق منها، ومن الصباح للصباح نتناولوا وحده ولا جوج ولا ثلاثه بشكل يومي. علاش؟ جبنا هاد الزيت البلديه مع الثوم. مزيان. غتجيب لك داكشي اللي خاصك، داكشي اللي محتاجه ليه غادي تجيبو لك. لهنا دابا هنا ملي تنهضروا على المج الصحيح ما بين الاغذيه، يعني لي كومبينيزون اليمونتيغ، لان كاين لي كومبينيزون اللي تيكونوا مزيانين وكاين لي كومبينيزون اللي تيكونوا خايبين. فمن بين لي كومبينيزون اللي مزيانين، ملي تجي تاخذ، حيت هما جوج ديال الاغذيه اللي مختلفين نهائيا. التين هي غذاء مائي فتقريبا 80% ديال الماء، الزيت هو غذاء زيتي، هذه مساله اللي حنا عارفينها. ملي تنمشيو للفيتامينات مثلا، فالفيتامينات كاين جوج الانواع ديال الفيتامينات، ما كاينش ثلاثه، كاين الفيتامينات المذابه في الماء، وكاين الفيتامينات المذابه في الدهنيات. هذه النقطه الاولى. دونك ملي تمشي للكرموس تلقى فيها الفيتامينات المذابه في الماء، ملي تمشي للزيت البلديه غنلقى الفيتامينات المذابه في الدهنيات. يعني ملي غناخذ كرموس مع الزيت البلديه غذاء كامل، غنجيب الفيتامينات اللي مذابه في الماء والفيتامينات اللي مذابه في الدهنيات، لان من المستحيل تلقى مثلا الفيتامين سي ولا الفيتامين بي في الزيت البلديه، ما كايناش، حيت هي ماشي غذاء مائي، هي غذاء زيتي. ومن المستحيل تلقى الفيتامين او مثلا في البرتقال، ما يمكنش، لان البرتقال هو غذاء مائي ماشي غذاء زيتي. فملي تجمعهم بجوج، غذاء مائي مع غذاء زيتي، تيوليو عندي الفيتامينات ديال المجموعه الغذائي ديال الفيتامينات المذابه في الماء وديال الفيتامينات المذابه في الدهنيات. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ان جوج مصادر طاقه، حنا قلنا بان المصادر الطاقه هناك جوج، كاين ثلاثه عفوا، ولكن جوج اللي هما مهمين اللي تعطوني الطاقه بسرعه، اللي هي السكريات في الاول والدهنيات من بعد منها. المصدر الاول الطاقه هو السكريات، والمصدر الثاني الطاقه هما الدهنيات. فملي تناخذ الشريحه مع الزيت البلديه، تنجيب السكريات اللي كاينين في الشريحه، لان الشريحه ما فيهاش دهنيات، فيها 1% ديال البروتينات ما تناخذوش مع الاعتبار، والزيت البلديه ما فيهاش السكريات، وبالتالي تندير مج ما بين المكونات والمواد الغذائيه الطاقيه اللي الجسم ديالي محتاجها على المدى القريب. علاش؟ لان السكريات اللي كاينه في الكرموسه شنو هي؟ هي سكريات بطيئه، شو كلشي مقاد، غتعطيني طاقه على المدى القريب. ملي غتبقى تمشي هذيك الطاقه، غتكون هذيك الدهنيات دازت باش تعطيني الطاقه ملي غيساليو السكريات ولا الطاقه اللي جايه من السكريات ديال الكرموسه. سبحان الله. ماذا تعني هذا؟ انك فقتي الصباح كاين تقول لك ما عنديش شاي باش نفطر، ماشي مشكل، ما عنديش الوقت، ماشي مشكل، غتقدر تهز واحد جوج كرموسات ولا ثلاثه مغطسين في الزيت البلديه وخرج سير في حالاتك، ما عندناش مشكل. علاش؟ لانك غتجيب الطاقه وغتجيب الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي كاينين في هذوك ثلاثه الكرموسات بالزيت البلديه، اللي يمكن خاصك تاخذ بواطه ديال كيلو ولا جوج كيلو ديال حوايج اخرين
باش تجيب نفس القيمه الغذائيه وليدات صغار حتى هما بطبيعه خاصهم باش حتى هما خاصهم ياخذوهم راه فعاد ما يمشيو لان المشكل اللي ولا عندنا الوليدات الصغار هو ان ولا عندهم اضطرابات في المذاق ولو تمشيو الامور الحلوه ولا الامور هذا وهذا لان كاين للاسف للاسف نقولها بكل وضوح تربيه غذائيه ما كاينش لا كاين تربيه غذائيه وكاين حتى واحد الجانب ديال مثلا تلقاو مثلا ان بعض الانواع ديال الحليب اللي كاينه في السوق انا ما تنعممش ولكن كاين بعض انواع الحليب اللي المذاق ديالها حلو بزاف فهذاك المذاق الحلو تاثر بشكل سلبي على الطفل كاين اللي غايقول لك الطفل محتاج السكريات متفق معاك انا 100% ولكن اجب السكريات الطبيعيه السكريات الاصطناعيه اجب السكريات ديال الشريحه السكر الابيض اللي غادي يمكن يزيدوا في الحليب لا علاقه نهائيا لان ما بقاوش نقارنوا السكريات الطبيعيه بالسكريات الاصطناعيه لان لا مجال للمقارنه فماش نبقاو نقارنوا امور بحال غنقارن الليل مع النهار ما خصناش نبقاو نقارنوا في هذه الامور وسيرتو ملي تنعطيو نصائح تيخص لان الاداء ولا المشاهد تيتقبل وتيمتص فهذاك الامتصاص ديال هذيك المعلومه فهي نقطه اللي هي مهمه فبالنسبه للاطفال انا تنصح اننا نعطيهم الشريحه نعطيهم التمر ولكن نبعدوا على السكريات الاخرى علاش؟ لان تيلا بغينا نربيو المذاق السكري نربيوه بطريقه طبيعيه ما نربيوش بطريقه اخرى. غير بشويه بشويه واخا ما تيبغيوهاش ما تيتقبلوش في الاول بشويه بشويه بالحيله. ممكن ماشي ضروري ناكلوها بطريقه مباشره. لان نقدروا نطحنوها مثلا مع العصائر نقدروا نديروها كومبوت. كونفيتور تجي غزال. بطبيعه الحال. طبعا فالشريحه يعني هي بين العادات الغذائيه اللي داروا المغاربه لان كاين علاش المغاربه ما جفوش. هي اللي كتواتى في المذاق بزاف مع زيت ارقان. ماشي مديره مع زيت ارقان ماشي مشكل هنا علاش المغاربه ما جفوش اللفت علاش المغاربه ما جفوش الجلبانه جفوش الشريحه جفوا الجلبانه بواكاسي بواكاسي لا كاينه لان الشريحه خاصها تتخاد العام كامل خاص دائما تكون لان المكونات الغذائيه اللي فيها صالحه لكل الفصول شكرا لك سي نبيله يا شيخ نمشيو لحظه عند الشيف هادي وفقره الطبخ